أخبار اليوم. طبعا سعيد النهارده طبعا وأنا متواجد في مؤتمر، وأكيد طبعا سعيد أكتر إن أنا الاختياري سفير للنوايا الحسنة أكيد للجمعية، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا نقدر نساعد ونساهم، وكل الشكر والدعم للقائمين على المشروع، وفعلا إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن شاء الله إن احنا نتخلص من مرض العين ده، وقادرين احنا في تحدي كبير نقدر إن شاء الله بإذن الله إن احنا نتخلص. يعني طبعا المفروض إن كل سنة يبقى فيه 1,000,000 من الأصحاء من فيروس سي، ولكن نتمنى إن شاء الله يكون أكتر. ده هيتم بالمكاتفة، ده هيتم بأن كلنا نتعاون مع بعض، نبقى إيد واحدة إن شاء الله بإذن الله نساهم، كل واحد يقدر من موقعه يقدر يساهم، كل واحد يقدر يساند طبعا، لأن في الأول وفي الآخر دول إحنا كلنا شعب واحد، كلنا أهل بعضينا. فنتمنى إن شاء الله بمشيئة الرحمن إن إحنا نقدر يكون لنا دور، وأنا سعيد النهاردة إن أنا شارك، سعيد كمان لاختياري كسفير للنوايا الحسنة لمؤسسة الكبد. إحنا لازم نكون داعمين، كل واحد من موقعه، أنت من النهاردة بتوعي من خلال الإعلام، بتبعت رسالة من خلال الإعلام، إحنا من خلال تواصلنا مع الناس، من خلال تواصلنا مع الجامعات اللي موجودة. يمكن احنا قبل كده كان لينا بقى ان احنا بننزل بنساعد بنساهم، لما بيطلب من احنا نكون متواجدين نقدر نعمل اي حاجة. الشباب كلها لازم تشوف كل واحد في منطقته، كل واحد في مكانه يقدر يساهم ويساعد ازاي. فده اللي هيخلينا ان شاء الله بإذن الله ان احنا نقدر نوصل ان احنا نعالج اكتر من 1,000,000 واحد سنويا بإذن الله. شكرا.